اهلا وسهلا بالشباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. ورجعتكم انا شفتكم بتحدي جديد، تحدي من تحديات اقنعت ملاذ. وقبل ما نروح للتحدي يا شباب، لا تنسوا تعطونا اشتراك في القناه، لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس لكل جديد من تحديات او جلتشات. وخلينا نروح للتحدي على طول يا شباب. والتحدي المطلوب منك بحكي لك الحق ضررا بكولومبو، واسم القناع اللي هو ملاذ كولومبو المتذمر. وعشان تقدر تحصل هذا القناع لازم يكون معك 20 ريشه، وعشرين ريشه حكينا الريش ما بتقدر تاخذوه من خلال تفتح الصناديق. هسه بالنسبه لموقع موقع كولومبو هي بتلاقيه هون، او اي موقع ثاني انت بدك اياه بتلاقيه كمان فيه، يعني في مواقع كثير له، تمام. والحلو في الموضوع صار يطلع اشارته على الخريطه. كل عليك شك تعمل انك تحتفظ ضرر له مقدار 50، يعني اول ما تنزل لازم تروح تاخذ اسلحه وتجهز الاسلحه، يعني مش جهز اسلحه كلها، يعني 50 طلقه بدك، لانه كل طلقه عنده بمقدار واحد، لك تحتفظ ضرر بمقدار 50 وبتخلص هذا التحدي. وبس يا شباب، بس هاي كان عندنا هذا المقطع لليوم. لا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك للمقطع وفعل الجرس. اشوفكم في فيديو مقطع جديد. مع السلامه، بيس.